خوتي المغاربه، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولا الاخوان، بغيتكم كاملين تصليوا على رسول الله. اللي ما صلى على رسول الله يبقى عليه التقليد، اللي ما صلى على رسول الله يبقى عليه التقليد. نتمنى الاخوان كاملين تكونوا بخير وعلى خير، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم الاخوان. وما تنساوش الاخوان كيف العاده، ديروا لينا لايك، ديروا لينا كومونتير، وطبعا اللي مازال ما اشتركش في هذه القناه يشترك ويفعل الجرس باش دائما يوصلوا الجديد. ها شكرا لكم الاخوان على لي كومونتير اللي كتكتبوا لينا، شكرا لكم على 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 التفاعل ديالكم، شكرا لكم على المشاهده الى غير ذلك، وتحياتي لكل من يبارطاج. انا باش كيعجبني انا داك محمد التاجيني ولا التيجيني، داك الصحفي تبارك الله وصلى على النبي السيد، لانه قام حنا عارفينه بان السيد عندهم يقول تبارك الله عليه. السيد صراحه لا يعلى عليه، لا يعلى عليه، باش ما نكذبوش، صحفي نزيه، كاينين واحد المجموعه، ولكن هذا السيد بالضبط انا باش كيعجبني تيفضح لك اصحاب المفسدين، اصحاب الفساد كيفسدهم، اصحاب الفساد كيفرشهم، اصحاب الفساد كينوض معاهم. وكشفتوا الفيديو الاخراني ديالو كيتكلم على الفساد ولا البزنازه ديال جامعه كره القدم، تكلم عليها بواحد الشكل كبير، عجبني، برد لي القلب في شي وحدين. قال لك كنعرفوا ان فوزي القجاح انه معروف بالنزاهه ومعروف بالكفاءه وهذا، ولكن قال لك كاينين شي وحدين دايرين به بزنازه، لاعبين وشاريين واكلين. وهذا هو اللي زوين اللي لاحظته الاخوان، ان في الاستقبال ديال جلاله الملك الاسود الاطلس ما استقبلش كل شيء، استقبل غير اللعابه والطاقم التقني وفوزي القجع والمدرب والامهات ديالهم ونبينا عليه السلام. علاش؟ لانه عارف بان داك الشيء فيه الخواض، عارف بان الفساد كاين. ولكن جيت تيجيني افرعهم، اما نعاودش لك اش داير ليهم، عجبني فيهم ديال بصح، برد لي قلبي. عرفتوا علاش؟ لان ملي كتلقى بحال هاد المفسدين في جميع الادارات راه هما اللي معطلين المشاريع، هما اللي معطلين الشباب، هما اللي معطلين التنميه والاقتصاد ديال البلاد، وما مخلينش الحركه تدور وبنادم مستفد واكل شارب بخير وعلى خير. علاش؟ بالفساد. خاصو يدير لك حتى العراقيل، وخاص حتى يدي منك سميتو، وخاص يدير لك هذا ويدير هذا مهم العراقيل في جميع الميادين، الله يحضر السلامه طبعا في جميع الميادين. راه ملي كنهضروا على الميادين كنذكروا الصحافه، كنذكروا الفن، كنذكروا جميع 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 القطاعات، جميع القطاعات فيها الفساد. وكاينين لوبيات، وكاينين سماسريه، ترى كاينين سماسريه ديال بصح زعما تبغي. دابا انا مثلا نعطيكم اكزومبل، انا مثلا باغي نخدم مثلا في شي فيلم، مثلا نهضر على الدومين اللي انا شويه قريب ليا، وهذا بغيت نخدم مثلا في شي فيلم. دونك انا باش نتقترح خاصي يدخلوا السماسره، هما اللي اقترحوني، لانهم خاصهم يديو واحد النسبه اللي هي عاليه. كاينين باترونات زعما، راه ماشي غير جي وعيطوا لك اجا فلان خد هذا الدور سير صور هذا مثل، لا داكشي كبير، داكشي زعما ماشي باش توصل لديك المرحله خاصك ما هي وما لونها. الله يخلف على اليوتي، الله يخلف على اليوتي بار الاخوه، والله العظيم الا كنقول لكم الله يخلف. واخا داكشي الحمد لله قليل، الحمد لله ونشكر، وعندنا الحريه فين نبدعوا، كاين الحريه فين نشتغلوا، كاين الظروف واخا ما، ولكن بخير الحمد لله، احسن من شي وكرف من شي، بخير وعلى خير الحمد لله ونشكر. ملي كتمشي مثلا دابا نتايا واخد ديبلوم وكتمشي باغي تدفع السي في ديالك لشي شركه، كيقول لك ما كايناش خدمه، ولا حط السي في وتسنى. واخا تكون ما كايناش، واخا تكون خاص الخصاص، خاص من خاص، ما كنت غادي تدخل تالي حاط السي في وعندك ديبلوم ولا ما عرفت شنو عندك، ما كتخدمش حتى. غايلا جات فك الصدفه شكون اللي كيخدم؟ كيخدم صحاب باك صاحبي، الناس راه مدورين تليفونات بيناتهم، الله يرحم باك شوف راه عندي الولد وهذا فهمتيني، ولد خويا، ولد صاحبتي وهذا، عافاك شوف لي شي بلاصه. تليفون خدام، تليفون شوف الا ما عندكش شي واحد اللي يهز التليفون يكون صحيح في سميتو من غدا تخدم، ما عندكش ما خدامش، ما خدامش استنت لعدامك وشدك الدبلوم صاحبي العراق ديالك ديال سنين اللي قريتيه وضربتي تماره
صافي ولوح الا علقوه فهمتيني، علقوه حطوه حدا التصويره ديال جدك ولا جداتك، بقى مره مره طلع شوفي مصيبه كحله، مصيبه كحله. واش طل مثلا دابا على علاش هذا راه بحد ذاته راه فاسد، ملي تكون انت عندك ديبلوم وباغي تخدم دا كنبغيو نصورو عاد كيجي مول الحوت، يجي مول الخضره، يجي مول البعبويد، يجي مول هذا عادي برجتني انا زيد يلا زيد دابا دي فيا ديال النقاش خايبه شتي غنخرج ليه وحق الرب. سمعوا الاخوان الله يجزيكم بخير، الفساد هو مثلا ملي انت عندك ديبلوم وكتبغي تخدم وكتلقى واحد راه كيدور وراك التليفون، هذا في حد ذاته فساد، هذا في حد ذاته فساد. يعني دابا انا ملي نبغي نخدم مثلا في شي خدمه مثلا كيقول لك خلي السي في ديالك الا كانت شي حاجه غنعيطوا لك ياك قبل ما تعيط، ترى ما كاينش شي لما كنتي تشد السي في وتخدم تم تم ويديروا معاك لونطروتي تم تم ما كاين والو با عسير، قلب على اللي غيهز التليفون وغيدور، قلب على اللي غيهز التليفون وغيدور. نسبة في المياه واحد تقريبا واحد 10% ديال مثلا مول الشركة كيشدوك السيفيات كيقول شنو غادي ندير هنايا، غادي نبدا نشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا على حساب الامكانيات، يلا غادي يشوف مثلا شي 70 سيفي يلا غيلقى منه شي جوج، غياخد هو جوج خاصو جوج غيدخل جوج وثلاثة وحدين اخرين راه داخل واحد السيكة صاحبو كيجلس يشرب معاه قهيوة بالليل. هذا هو الفساد. وشي ما حدنا غادي بهاد العقليات ما حد البلاد ما غدا غدا معطله ما باكي عيطك برزتني لا والله العظيم برزتني. خلي خلي توا كيترزق الله مسكين اشي جا كل شيء كيترزق الله، كل شيء كيترزق الله، الله يسهل على الجميع. ما تنساوش الاخوان انكم تفاعلوا معنا الاخوان في هذه القناه هذه، ما تنساوش انكم تخليو شي كومونتير يكون مزيان، والله العظيم شوفوا شي انا اللي باغي في هاد البلاد هنايا يا امور تمشي مزيانه، حنا شي حنا مغاربة ما خاصنا والو، خاصنا على الفلوس شي غير الفلوس نكونوا بخير. شحال من واحد كيقول لك انا عندي مرض نفسي خاصني نمشي للطبيب، دير لي واحد 100000 ريال في جيبه حق الله العظيم تيصح ولي بخير، ولك تهبيل لا يمشي للحمام ما يتفركش، يمشي هنا يمشي هنا يسافر هنايا الدواء ما كاينش، مشي عند طبيب نفسي يعطيه 500 درهم باش يتسند لي المشاكل ديالو، ها؟ عيط لي انا نتسند لي، وما يعطيني حتى ريال، ما غيتشافاش، خاصو الفلوس باش يتشافى. تاخذ الحوت، انا نخدم معاه، مسكين، جيو جيو خذوا شي كويلوات، ها، جيو. المهم الاخوان تحياتي لكم، شكرا لكم على هاد الحلقة هادي، وتحياتي لكم أينما كنتم، والسلام عليكم.